حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه وانه يسقط على وجهه فقال ايؤذيك هوامك قال نعم فامره ان يحلق وهو بالحديبيه ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكه فانزل الله الفديه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين سته او يهدي شاه او يصوم ثلاثه ايام